السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا اليوم معنا بسبوسة لوتوس وبسبوسة الأوريو. حنعمل اللوتوس أول شيء، بعدين الأوريو. سألتونا عنها كثير وسألني عنها الأخ أبو عبد الله اليوم، وحبينا نعمل له عليها فيديو إن شاء الله. بالنسبة أول شيء للصينية اللي بيضل يسألني على مقاس الصينية، أنا حأشتغل أحفظه هذا المقاس. كل العيارات إن شاء الله حنشتغلها بنفس هذا المقاس ستاندر. حيكون يعني مقاس الصينية عندنا هي 34 طول، 34 طول يعني 33 34، ما حنكتب، ما حنكسر بعض مشان سنتي. وعندنا العرض 23 يعني 34 23. هاي الصينية حأشتغل الفيديوهات اللي اشتغلتها أول هي نفس الصينية، واللي جاي إن شاء الله والحالية على نفس الصينية. جبنا هذا المقاس مشان تصوير الفيديو بس. طيب لأشتغل هاي الصينية أنا وصلنا العيار على نصين، وطبعا الارتفاع تبع هاي الصينية، خلينا نشوف لكم كمان الارتفاع، يعني 2 سنتي 2.5 سنتي ارتفاع. وصلنا العيار على نصين، العيار تبع المعلم يوسف للأمانة العلمية مشان كل واحد ياخذ حقه. حلو، عندنا 150 جرام سميد بودرة فرخة، وعندي 10 جرام بيكن بودر و10 جرام فانيليا او ذره فانيليا، وعندي 75 جرام سكر بودره. هي مفروض حبه ونص بيض، بس حبتين ما بيأثر، ما حنخسر بعض مشان حبتين بيض. علبه قشطه تبع ال 170 جرام، اي نوع قشطه 170 جرام. وعندي 150 جرام زيت و100 جرام بودره بسكوت اللوتوس او الاوريو او فستو اللي بدكم اياها. هلا بنحكي بالموضوع ان شاء الله. اول شيء بدنا نكسر البيض، هاي حبتين بيض ننزل عليهم القشطة. والزيت روح اشتغل عيسى، وافتح ما بتفيد. حطينا الزيت، ما بدهم ماكينة ولا بدهم فصاعة ولا بدهم عجلانة. بصيروا عندي بالطريقة هاي بالشكل. بجيب علبة ثانية مشان اخفق او اخلط النواشف مع بعض، مشان ما يجي مباشر البيكنج بودر على السوائل، بيعطي تفاعل اكبر وما بيزبط معي الفيلم بعدين. هاي جبنا وعاء، نحن بنقول وعاء، جبنا وعاء ثاني بدي اخلط فيه المواد الجافه هون لحال، بعدين هون اختياري، يا بننزل عليها الخليط الاول او بننزلها هي على الخليط الاول. نزلناه هون بنجيب سفتيل او جلد بلاستيكي. هيك خليط عندي جاهز، سريعة وظريفة وبالعالم. لسه في خطوات بس مو هلا، بعد ما اطلع من الفرن. عندي زبدة اللوتوس، عندي لوتوس بودرة، وعندي قطر، بس بعد ما اطلع من الفرن منها. هيك بناخذها على فرن حرارة من تحت 200 ومن فوق 170 180، او اذا بيشتغل كله هو حراره واحده، في فرن بيشتغل كلياته حراره واحده، يعني فوق وتحت ما في شيء اسمه فوق كذا وتحت كذا، بنحطه على بينات، خلينا نقول 190 فوق تحت، يعني مو فوق تحت. اذا بيشتغل عندك فوق تحت الفرن مثل اللي عندي مثلا بالبيت، انا بيشتغل سوا، بياخذ عيار واحد رقم واحد، ما بياخذ اكثر من رقم.
يستحقونها هذول، انا ليش هيكون وعلى الفرن نرجع لكم بعد الفرن تاخذ له تقريبا 35 30 20 15 على حسب فرنك، ما بقدر احدد، لازم تنهض وتعطي لون استواء، بس يعني من 15 ل 25 دقيقه. وهي نفس العيار اوريو هنخفقها، امنا بس بدلنا البسكوت نفس الشيء كله نفس الشيء، بس امنا اللي حطيناه هون اوريو بسكوت اوريو. هذا البسكوت بسكوت اوريو بودرة، او بتجيبوا الاوريو، نحن في اوريو بودرة للمحلات بالسوق، انتوا بتجيبوا الاوريو بتقرطوه وبتطحنوه. يا عيسى تمام مخلوطة نفس الشيء نفس العيارات، بس البسكوت مختلف، وطبعا الزبدة اللي عندنا على الوش زبدة اوريو. تمام نفس الشيء. هذا الفيديو بدنا نعمل له مشاركات وشيرات ولايكات ومدري شو وش النكليش، مشان نشجع الشيفات يعطونا عيارات مفيدكم فيه، عرفتوا شلون؟ هو ما بيأثر الشيف يوسف يعني، بس اهله ملتزمين ما بيحب يطلع على الكاميرا، عرفت كيف؟ فمحجب هو لانه ابكرم ازعر بيطلع على الكاميرا عادي، اما عندي يوسف لا ما بيطلع على الكاميرا. anyway على قولة حبيبي ابو عمر، وهلا بدنا نروح على الفرن نخبزهم ونرجع لكم ان شاء الله تعالى. شلون هي بيعملوا هيك؟ وهي حبايبنا خلاص فرن، نجيب الثانية بس وأطراتي جاهزين. وهي اللوتوس كمان خلاص فرن، يعني أخذت لها 20 دقيقة تقريبا. القطر عندي ممكن تعملوه دافي ممكن تعملوه فاتر، كمية القطر اختيارية، ممكن تزودوها ممكن تنقصوها، بس يعني هذا العيار واحد بده تقريبا كاسة، ما بدي زيادة قطر عليها لأنه في نسبة حلاها عالية. ونغني لها ما أروعك. حاجتها هي هيك. هي اللوتوس. القطر كاسة ونص سكر، كاسة مي. هيك تقريبا عم تاخذ لك بجاية بخوت او كاسة بخوت. بغض بسرعة. خالصة هيك. فيكم تزودوا اذا بدكم قطر، فيكم خليكم على ماني راضي بهالدرجة انا. هيك لازم. استناها لتهدى شوي بس ونحط لها الحشوة. الاوريو بودرة. في؟ هلا هديناها شوي ونحط لها زبدة اللوتس. شكرا لك.
بكفي غطت مظبوط وما عم باينه عندي زبده وشكلها حلو بدنا ندخل احسن ما نفردها بايدنا. هذا خالص وننتقل للدهن. طبعا دي تكرة تبرد لحتى اقطعها. ننتقل للدهن الاوريو ونرش عليها بودرة الاوريو. هاي نفس المبدا للاوريو بنحط زبدة الاوريو. ودي وزعها عليها. وهيك خالصة بنستناها لتبرد ونقطعها. وعليكم بالعافية. وهي إهداء لأخي أبو عبد الله خص نص. هاي إخواني مع بردت أو يعني لسه فيها سخونة شوي بس تعتبر باردة. بسم الله نقطعها. واضح هيك واضح هيك صار واضح. يكون معي محرمة كل ما علق فيها زبدة اللوتوس أو الأوريو بدي أمسحها. نجيب لها هي فستق بودرة ونزينها فيه. تطلع جميلة وأحبها واسمها بسبوسة. يا عيني عينك. القطعة الثانية نفس المبدأ وبنرجع لكم إن شاء الله. وهيك حبايبنا البسبوسة لوتوس وبسبوسة أوريو جاهزة. نفتحها ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فينا نزينها بسكوت نحط لها بودرة فستق بودرة. ممكن تجيبوا الورد المجفف تحطوا وردة بس الوردة اللي نشمها مو لناكلها يعني ما بعرف ايش بيجيبوا ديكور الوردة ما اقتنعت فيه اساسا يعني. وهي موضوع الديكور اختياري بضل. شايف ايدي الشوفة ولا اروع. حط وردة هلا المفروض انه يجي اكثر من هيك. نرجع نحط واحدة لوتوس. شايفي بي هيك السماكة تبعهم والشكل والطراوة. إن شاء الله شغلة بتعملوها تعملنا. جاكلكم اليوم ولا ما جاكلكم؟ لازم جاكلكم. أخذ واحدة من الحرف ونمسكها باليد اليمين. نمسكها باليمين ونجيب المسكوتة. بسم الله. هشة ناعمة سريعة صنف سريع وبن عالم وناس. وإن شاء الله بتعملوها بتدعونا وتضلوا بخير يا رب. لا تنسونا من دعاكم والدعاء للست الوالدة ولكل مريض. وتضلوا بخير وطبعا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هاي بس بعد ما خلصنا تذكرت انه ما ارجيتكم من تحت، شايفين من تحت شلون بيكون لونها؟ هاي اذا قصيناها هيك هشه يعني مخرفقه بالشامي مخرفقه. ودمتم بخير.